كذا مرة، فاحنا هنشوفك. انما مش هيبقى مهم بالنسبه لي ان انت طول الامتحان تبقى فاتح الكاميرا، ولكن ظبط الوضع بتاعك بحيث اننا هنطلب منك انك تفتحها نشوف مين الشخص اللي احنا بنساله. خلاص تمام. طب الاسئله بعد اذنكم، بس الاسئله دكتور على الحاجات بتاعه المعمل اللي هو الباشمهندس كان بيشرحها في الفيديوهات، بس ملناش دعوه خالص بالمحاضرات. ملناش دعوه ايه؟ مش يعني مش هنتسأل في سؤال في المحاضرات مثلا، لأن المعمل كان مركز على الشغل العملي. لا، ذاكر شغل المعمل وذاكر الشيتات اللي البشمهندس كان بيراجعها لكم. شغل المعمل ده ذاكره انت كويس، والتجارب المعمل بتاعتك الفيديوهات اللي انت بتشوفها قدامك دي ذاكرها كويس، والشيتات اللي كان البشمهندس بتبعتها له ويبص لك عليها ذاكر الكلام ده. ده اللي هنسألك فيه. تمام. هي المناقشة مش هتاخد حاجة، يعني كل واحد مثلا آخره هيبقى 5 دقايق مثلا، مش جميل. هنطول يعني. بس رجاء مثلا في 10 أسامي في فترة زمنية مدتها ساعة ونص، يبقى أرجو إن ال10 أسامي يكونوا مستعدين مجهزين اللاب بتاعهم أو موجودين، بحيث إن أنا اللي هعمل لك انفيتيشن إن أنا أدخلك. تمام. او لو انت هتبعت لي طلب ان انا ادخلك زي ما انت بتبعته دلوقتي كده، انا هقبل بس الشخص اللي انا همتحنه، بحيث ان يبقى واحد واحد، مش هتبقوا كلكم حاضرين زي المحاضره كده. تمام. اخر سؤال، الفاينل هيجي فيه نظري اللي هو على اول شيت، اللي هو ما اول شيت كان كله نظري، هيجي فيه ده سؤال يعني اخد اذاكر اول شيت ولا لا؟ هو ده مضمون السؤال. ايوه عليك وذكر، ايوه عليك وذكر. خلاص تمام، شكرا يا دكتور. دلوقتي خلينا نتفق على حاجه. دلوقتي انتوا المساله بتاعت الماده، لو يعني المساله اللي هديها لك هيبقى عليها درجات كتير، تمام؟ فحضرتك من باب من اولها كده المساله ما عرفتش تحط فيها قلم، عكيت وضربت الدنيا، فانت ضيعت درجه كبيره. فيبقى أنا شايفة إن من مصلحتك إن يكون في حاجة نظري تسندك، صح ولا إيه؟ أعتقد صح. إجابة الأسئلة النظري ما بيبقاش فيها اختلاف. فأنا من رأيي إن الأفضل إن يكون في نظري في الامتحان. فإحنا تمام. ليه نطنش الشيت الأولاني؟ ليه نقول مش هنجيبه؟ ده ابن حلال، ويمكن هو ده اللي ينجحك. بإذن الله خير. ثلاث مسائل وسؤال نظري. تاني يعني الامتحان يا دكتور هيكون 4 أسئلة، ثلاث مسائل وسؤال نظري. لا، دي السؤال ده انا مش هجاوب عليه، انت بس اللي تعرفه ان هيكون من الحاجات اللي اديتها لك. هجيب بقى كام، هجيب ايه؟ لا، دي ولا حتى انت تفكر تخمن. انا نفسي ما فكرتش فيها. ماشي يا دكتور. بس الحاجة اللي احنا خدناها تذاكروها كويس، تمرنوا نفسكم عليها وتذاكروها كويس. المحاضرة بتاعت النهاردة هتكون داخلة معانا في الامتحان، ودي آخر جزء هقول إنه هو داخل في الامتحان. يعني المحاضرة بتاعت الأسبوع الجاي إن شاء الله تبقى بس عشان نكمل المنهج بتاعنا، لكن مش هدخلها في الامتحان. تاني اتفضل يا مصطفى. دكتور افتح الرسائل مصطفى اللي قدامي، افتح التيمز مصطفى اللي قدامي. اتفضل يا مصطفى. حاسه ان انت يا مصطفى فجاه افتكرت الماده وجمعت الاسئله بتاعتك وطلعت لنا بيها. لا، انا عندي بس سؤال في الـ يعني في على ال ام اس شيت 2 وشيت 4 بس اللي موجودين، شيت 3 كان نازل واتمسح، فهو ده مش معانا يعني ولا ايه؟ لا، اديني اراجع بعد المحاضره، اراجع الشيتات ايه اللي موجود عندكم وايه اللي انزله لكم. تمام. شيت رقم 3 اديني بس بعد المحاضره هبص عليهم، لان انا في حاجات هنزل لك الحلول بتاعتها، فانا هراجع كله وابص لك على كله تاني اشوف ايه اللي ظاهر وايه اللي مش ظاهر. ده هو مش ظاهر عندكم كلكم ولا مش ظاهر عندك انت بس؟
هو مش ظاهر عندي شيت 3. ايوه عند طيب. الكل يا دكتور عند الكل. طيب اوكي ماشي، خلينا نبص عليه بعد المحاضره وانا بنزل لكم الحاجه وهراجع الشيتات اشوف ايه اللي موجود وايه اللي لسه عايز يسأل. ايه تاني؟ دكتور هو لسه فاضل محاضرات في المنهج تاني؟ انت الامتحان لحد المحاضرة بتاعت النهاردة، لحد المحاضرة تمام. بص يعني دلوقتي هو انت دلوقتي ليك منهج محدد المفروض ان انت تاخده، تمام؟ ليه؟ تمام، علشان انت لما تخلصه في مواد بتترتب على بعضها، يعني عشان تيجي تسجل مواد تانية بتبقى معتمدة على مواد خدتها في سنين قبل كده، فعشان كده بنبقى عايزين نخلص المنهج معاك. تمام. أنا بقى الناس اللي تبدأ تذاكر لو في حاجة واقفة معاكم، لو في حاجة مش فاهمينها أو كده ممكن نتكلم فيها المحاضرة الجاية. جمعوا لي شوية أسئلة كده حلوة، الناس اللي تبتالي يا دوب بقى تبدأوا تفتحوا المادة تذاكروا فيها. اللي واقف معاه حاجة ممكن نتكلم فيها المرة الجاية. بالنسبة للامتحان العملي الكشوفات، هو القلب الكشوفات ظاهرة قدامك ولا لا؟ كشوفات الأسماء. ظاهرة يا دكتور. ظاهرة. طيب تمام، يبقى كل مجموعة فيها مثلا عدد معين. نعم ظاهرة عندي المحاضرة بس. محاضرة ايه؟ انا بتكلم على الـ LMS، كشوفات الأسماء بتاعة الـ LMS عشان الامتحان العملي، عشان امتحان العملي. الكشف بتاع الأسامي نزل على الـ LMS ولا ده سؤال الدكتورة؟ نعم لا بقول له إن الكشف بتاع الأسامي الدكتورة بتسأل إذا كان نزل على الـ LMS ولا. وضح. أيوة ده ظاهر قصادكم الكشف ده؟ ظاهر على الـ LMS؟ ظاهر يا دكتور. ظاهر. ظاهر. مثلا عندي مجموعة هتبدأ من 8:30 ل 10، المجموعة دول رجاء أن يكونوا جاهزين في خلال الفترة دي من 8:30 ل 10، تكون مجهز بقى، هتفتح من على الموبايل من على اللاب انت حر، تكون ظابط الوضع بتاعك مستعد ان انت ساعة ما هعملك انفيتيشن وادخلك هيكون هطلب منك ان انت تفتح الكاميرا عشان نشوف مين احنا بنمتحن مين. المناقشة مش هتاخد وقت طويل، بنتكلم مثلا في 5 دقايق، هتكون على الأسئلة اللي انت خدتها، الشغل اللي انت خدته بتاع المعمل، فانت تذاكر بقى الريبورتات بتاعة المعمل، تذاكر تسمع الفيديوهات بتاعة المعمل كويس. اي حاجة باشمهندس حجازي يتكلم معاكم فيها تخص المعمل دي نسألك فيها. ان شاء الله الدنيا بسيطة، الامتحان هيكون عليه 20 درجة. دكتور هل في حد هيقدر يقفل عملي ولا لا؟ عشان ما نتعشمش بس، هيقدر يقفل عملي ولا لا؟ يقفل عملي؟ انتوا بتدخلوا في تفاصيل عجيبه. طب وايه المشكله انه يقفل عملي؟ ما عشان يعني ما نبقاش متعشمين بس على الفاضي، يعني هو المناقشه ممكن تكون صعبه وممكن تبقى سهله كده. يا ابني تفائل بالخير، يا تفائل بالخير، يعني انت هتكون بتجاوب صح واحنا لا مستقصدينك. لا 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 شكله مش عاجبنا، مش هنديله الدرجه. ماشي يا دكتور. الدنيا ماشية كويسة إن شاء الله، الدنيا سهلة. نبدأ بقى. المحاضرة بتاعت النهاردة مش طويلة، أوكي؟ هو جزء اللي هنتكلم فيه اسمه جيومتريك موديلينج. العادة إن النت مش ضبط.
تمام كده مش كده؟ آه تمام كده. طيب دلوقتي من بداية الشغل في المنهج ده اتكلمنا على إن إحنا هنعمل إيه؟ أنا دلوقتي هعمل الديزاين بتاعي على الكمبيوتر، تمام؟ هيديني بقى الديزاين بالدايمنشنز بتاعتي، بالأبعاد اللي أنا محتاجها، حتى لو أنا هدخل مواصفات للماتيريال بتاعتي، أنا هعمل الديزاين ده كله على الكمبيوتر. الهدف إيه؟ إن أنا أعمل التصميم ده. الهدف إن أنا زي ما الرسمة موجودة عندك كده، إن أنت في برامج بتقدر تعمل أناليسز للديزاين اللي حضرتك دخلته، اللي أنت عملته أناليسز بقى، وتحلل تبع الماتيريال اللي أنت المواصفات الماتيريال بتاعتك اللي أنت حطيتها، ونعمل الاختبارات بتاعتنا ونشوف كل ده. الناس اللي بتعرف في برامج السوفت وير هتلاقي إن أنت بتعمل الكلام ده، هتكمل بقى على الأنسز وكده. فيبقى أنا مبدئيا أنا محتاج أحط الديزاين بتاعي، أحطه على الكاد كام، بس أنا مش بحطه 2 dimension زي ما احنا متعودين نرسم على الورقة، ولكن أنا هحطه هنا يبقى 3 dimension. طيب دي المميزات بتاعتي، إيه اللي يخليني أستخدم السيستم ده، وإن أنا أحتاج إن أنا أعمل أدخل الديزاين بتاعي وأحطه عليه. طبعا أول حاجة احنا بنقول إيه، أنا عايز أعمل improved engineering productivity. أنا بقلل الوقت بتاعي اللي التايم، المواصفات اللي الكاستومر هيبقى طالبها مني هيبقى سهل عليا ان انا اقدر اعملها واظبطها، غير ما تبقى ماسك لوحه رسم هندسي وعمال ترسم وتوصف وتعمل. لا، انت بتدخل الدنيا الحاجه بتاعتك على السوفت وير مباشره، وهو بيساعدك ويكملها. طبعا اسرع، الدنيا اسهل، الدقه في الدايمنشن بتاعتي دنيا، انا بقدر اخلص رسمه في ربع ساعه بدل ما اقعد اعمل في لوحه رسم هندسي واقعد اعمل فيها يومين. طيب ايه الحكمه ان انا بدخل 3D موديل مش هدخلها 2 دايمنشن؟ لا، انا عايز ادخلها 3D. زي ما بنقول الوضع بتاعي، الصوره بتاعتي هتبقى اوضح وهتبقى اسهل، التعامل معها من كل الزوايا هيكون اوضح بالنسبه لي. هقدر اعمل سيميوليشن بحيث ان انا كان الوضع كانها بتحاكي الظروف العاديه اللي احنا بنشتغل عليها. يعني انا بعمل ديزاين لماتيري اسطوانه مثلا، الشغل اللي انا الضغط اللي الاسطوانه دي هتتعرض ليه، انا اقدر اعمل سيميوليشن بالكلام ده واخليها تتعرض لنفس الظروف الضغط اللي هتمر بيها على، ولكن على السوفت وير، واقدر اعمل اناليسز بقى، واقدر اشوف هتتعرض لكسر، هتتعرض لشده، هيحصل ليها فيها بيندنج، كل التغيرات اللي هتحصل عليها انا اقدر اشوف الكلام ده واعمله على ال 3D موديل بتاعي، اشوفه على الكمبيوتر. طيب انا عندي اقدر ادخل الجيومتريك موديلنج بتاعي، ادخله بيدخل على الكمبيوتر سيستم بثلاث طرق، على الكاد سيستم عندي بثلاث اشكال، يا اما هدخله في صوره الواير فريم موديلنج او السيرفيس موديلنج او السوليد موديلنج. السوليد موديلنج ده اللي احنا متخيلينه، انت هتعمل المجسم بتاعك بالحجم الطبيعي بالشكل الطبيعي بتاعه، ده اللي احنا متخيلينه. طب يعني ايه بقى واير فريم، ويعني ايه سيرفيس موديلنج، وبعدين انا بعمل الاشكال دي انا هتنفعني في ايه الاشكال دي؟ تعال نشوف. لو انا دلوقتي عندي ادي ايزومتريك موجود قدامي اهو، وجبت المستوى البلان ده وقطعت الايزومتريك ده من النص، معايا كده، عملت قطع فيه هنا من النص، لما تيجي ترسم الكلام ده فانت عايز تعمل ايه؟ عايز تشوف بقى مكان القطع بتاعك. انتوا فاكرين طبعا، انتوا اكيد خدتوا الرسم الهندسي، خدتوا السكشن، ما بنعمل سكشن في الايزومتريك، هتلاقي ايه؟ ان مكان البلان بتاعي ده اهو، يبقى تكمله الايزومتريك اللي موجود ورا ده ظاهر عندي هنا في صوره ايه؟ نقاط. بس النقط دي اللي هي ايه؟ اللي هي نقط القطع اللي تم القطع عندها، ده الجزء بتاعي اللي هو الواير فريم موديلنج. طيب لما يجي الكاد مش هيحس بالكلام ده، انا مش حاسس ده ايه بالظبط، مش عارف اوصفه بالظبط ده ايه. فيبدا نيجي ندخل للسيرفيس موديل، ان انا اوصل النقط بتاعتي اللي تم عندها القطع دي، اوصلها ببعضها بحيث ان يظهر عندي الشكل ده، يبقى ده السيرفيس موديل بتاعي. طيب
طبعا السوليد موديل احنا ما عندناش اختلاف عليه، انا بعمله مجسم قدامي ده كده الكاد هيحسه بالظبط كانه مجسم حقيقي موجود قصادي. طيب ندخل شويه بالتفاصيل اكتر. الواير فريم موديل انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بحط اللي هي الحافه بتاعتي الخارجيه الايدج بتاعتي اهي، من غير ما يبقى عندي لا جنب ولا اي اسطح موجوده، يعني كانك بتحط ايه، كانك بترسم خطوط، كانك بتعمل الايزومتريك بتاعك، شايف الرسمه بتاعت الايزومتريك دي، بس عباره عن خطوط، فهتبقى الخطوط بتاعتك متداخله بالمنظر اللي قدامك ده. انا هنا مش حاطط اي سيرفيس. احنا كنا لما بنيجي نرسم في الرسم الهندسي كنا بنعمل ايه، كنا بنرسم السوليد لاين ده الخط اللي انا شايفه قصاد عيني، لكن لما بدخل جوه الرسمه من جوه هاجي عند خط لاين زي ده مثلا، المفروض ان انا بقوم رسمه ايه، داش لاين، ده اللي احنا كنا بنعمله في الرسم الهندسي. فبالتالي لما اجي ابص للوحه الرسم انا ما اتلخبطتش، انا كده شايف الايزومتريك بتاعي، شايف الخط السوليد لاين، انا بقيت عارف ان ده اللي ظاهر على السطح من بره، ده اول ايدج بتاع قدامي، والداش لاين ده اللي جوه بقى، ده الحافه الداخليه اللي جوه. لما نيجي نعمل الكلام ده مع الكام، الكاد كام، لا انا بعمل ايه، انا بيظهر عندي يا اما هتلاقي الرسم عباره عن خطوط بس، والخطوط بتاعتي عباره عن ايه للايدج، يعني لو انا برسم حيطه مثلا انت بترسم الحرف بتاعك الخارجي بتاعها اللي هو اللاين الخارجي بتاعي، حدودها من فوق ومن تحت ومن الجنب وكده. لو سعادتك هترسم كرسي يبقى انت بتحط ايه الايدج الخارجيه بتاعته بس. معايا؟ انا بدخلش جوه اي تفاصيل بقى، ولا هعمل داش لاين ولا هعمل بطيخ، انا هحط بس الايدج بتاعتي، فيبقى من غير ما يبقى موضح اي سايد سيرفيس بينهم. تمام. طيب ده بالنسبه للواير فريم موديل. الواير فريم موديلنج في الحاله دي انا ما اقدرش اتعامل معاه مع الماس، ما اقدرش اقول ان انا بتعامل هنا الشكل بتاعي الويت بتاعه قد ايه فين البوينت. دكتور في ويتنج يا دكتور. حاضر سامح. دلوقتي الشكل بتاعي الواير فريم موديلنج ده انا ما بقدرش ادرس هنا الماس بروبرتيز، معلش اللاب هنج معايا، معلش انا ما اقدرش اتعامل هنا مع الماس بروبرتيز، لا انا بقدر ادي وزن الماتيريال الفريم اللي انا بعمله، ما اقدرش اقول ان انا مستعمل ماتيريال الماس بتاعتها قد ايه، ولا الويت بتاعها قد ايه، ولا الفوليوم، ولا احطها المركز بتاعها فين، مش هعرف اتعامل مع الكلام ده، انا بتعامل مع شكل بس فريم بس خارجي عباره عن خطوط ومجوف من الداخل. معايا كده؟ يبقى ده الواير فريم موديلنج. طيب نبدا ندخل زي الشكل اللي قصادك ده الواير فريم بتاعك. شوف الشكل من جوه عامل ازاي، انت دخلت خطوط كتير جوه بعضها، انا ما بحطش بقى لا اي اسطح خارجيه ولا بعمل اي سوليد، الشكل اللي قصادي هنا ده سوليد بس مش ده انا هنا حاطط بقى سطح، شوفوا ادي حائط من هنا وحائط من هنا معايا، وادي في سطح هنا اهو، لكن لما تيجي تبص للواير فريم قدامك هنا عباره عن خطوط متداخله مع بعضها، اوضح بيها الموديل بتاعي ولكن في صوره خطوط من غير ما يكون في اي اسطح او اي ماس موجوده عندي. طبعا كل حاجة وهيبقى ليها استخداماتها، بس احنا بنفرق دلوقتي ما بين الانواع اللي موجودة عندي وانا برسم. طيب نيجي بقى للنوع التاني، انا بدخل السيرفيس موديلنج، انا بتعامل مع السطح الخارجي بتاعي، يبقى انا بحط بس ايه اسطح، يبقى انا
نقدر نقول ان الهدف عندي من الرسم ده ان انا بحط ايه في الخطه تحتها، ان انا بحط ايه الباوندينج فيسز بتاعتي علشان نحدد حدود الشكل. زي ما بتبص العربية اللي قدامك دي كده، انت شايف الهيكل الخارجي بتاعها، تمام كده، الصاج بتاعها، دي الحدود اللي انت شايفها، يبقى انا دي اللي انا برسمها. حاجات اللي انا برسمها عندي ايه، عمالة ايه احط لك عليها خط. ده السيرفيس موديل، دي الطريقة التانية بتاعتي في الرسم. نيجي بقى للسوليد موديلنج. السوليد موديلنج ده اساسي بقى، ده الايزومتريك اللي انت عينيك متعود عليه بقى، اللي انت بنجيبه لك في الرسم الهندسي، وساعدتك ايه تبدا بقى تبص له من اليمين وتبص له من الشمال وتبص له من فوق علشان تجيب المساقط بتاعته وتعرف ترسم. لما اجي ادخل للكاد ان انا هرسم في سوليد موديلنج، في الحاله دي انا بتعامل مع الماس، واقدر اقول انا دخلت ماتيريال نوعها ايه والماس بتاعتها قد ايه. اقدر اعمل اناليسز للحاله دي واشوف انا هنا ده هنا هيتعرض لضغط قد ايه، واعمل الناس اللي هتتعامل بقى مع السوفت وير بتاع الانسز، نقدر نعمل ايه تحليل زي ما احنا عايزين ونطلع نتائج. احنا بندرس جسم حقيقي في الطبيعه، بنحطه ونعمل اختبارات كتير عليه. احنا جينا حطيناه هنا وبنعمل سيميوليشن وندرس عليه كل الخصائص اللي احنا عايزين نعرف كده. ده في حالة السوليد موديل. يبقى دول التلاتة كيسز عندي اللي أنا بقدر أرسم بيهم على الكامل. طريقة الرسم بقى، لما باجي أرسم أنا عندي هنا بعمل إيه؟ دي الطريقة البدائية بتاعتي، بنقول عليها إيه اللي هي البريميتيف كرييشن فانكشن. وبعد كده بعمل كونستراكتيف للسوليد جيومتري والسويبينج والباونداري ريبريزنتيشن. دي الاربع خطوات بتوعي اللي انا هشتغل عليهم. يجي بقى نشوف انا هبدا ازاي، اللي هي البريميتيف كرييشن فانكشن دي، احنا خلاص اتفقنا احنا هنشتغل على السوليد موديلنج، ده الموديل اللي احنا هنرسم بيه. فيبقى اي مساله هتجي لك حضرتك هترسمها لي انها سوليد موديلنج. لما نيجي بقى نشوف السوليد موديلنج، الناس اللي اتعاملت منكم مع البرامج الرسم هتلاقي ايه؟ انت حضرتك مش هتيجي عايز ترسم لي مربع زي ده ايزومتريك، مش هتقعد بقى ترسم لي ضلع مربع من هنا وبعدين ضلع من هنا وبعدين ضلع من هنا، انت بتدخلش الكلام ده. هتيجي تلاقي بيطلب منك ايه؟ يطلب منك انت مبدئيا عندك ادي احساسيات، ادي الاتجاه الاكس بتاعك وادي اتجاه الواي وادي الزد دايركشن بتاعي اهو. طبعا انتوا ايه وواضح معانا ادي الزد. لما ساعدتك هتيجي ترسم هيطلب منك حاجتين، هيقول لك ايه؟ هيقول لك حدد لي اللي هي الاوريجينال بوينت، انت هتبدا منين. فانت بتيجي خلاص انت خدت الامر بتاعك ان انت هترسم اللي هو المربع اللي قدامك ده. انا باجي احدد له نقطه البدايه، يبقى دي نقطه البدايه بتاعتي، وبحددها بالدايمنشنز بتاعتها. احنا اتفقنا هنا في الماده بتاعتنا ان اي نقطه بنتكلم فيها بنقوم محددين اللي هي الابعاد بتاعتي اللي هي الاكس والواي، ودخل له الاحداثيات. ويفضل طبعا ان انت من البدايه كده على الرسم تبقى انت مجهز لنفسك الاحداثيات. بس احنا هنا بقى مش هنعمل زي ما احنا ماشيين بقى ونقعد نقول ايه كل نقطه نمشي عليها يبقى هنا نقطه واحد نقطه اتنين ثلاثه اربعه، لا انا مش هقعد اعمل الكلام ده. أنا هنا بدخل نقطتين بس، بدخل نقطة البداية بتاعتي وبعدين بيدخل نقطة تانية اللي هي نقطة النهاية. نقطة النهاية دي اللي هي بتبقى ورا، والرسم معايا ظريف جدا. تعالوا نشخبط على إيه؟ تعالوا نشخبط على الرسمة التانية دي، المستطيل ده. يبقى هو هيطلب مني نقطة البداية، أدي نقطة البداية بتاع اللي هي الكورنر اللي تحت دي، دي نقطة البداية اللي انا بدخل الدايمنشنز بتاعتها وهي دي اللي بيبدا منها. طيب هو خلاص عارف ان هو هيرسم مستطيل، تمام، مستطيل مجسم مش مستطيل اللي هو 2 دايمنشن، لا انا هرسم ايه؟ انا هرسم مجسم 3 دايمنشن. طيب هو كده واخد الاوردر ده، اديني بقى الاحداثيات، ادينا احداثيات النقطه الاولانيه نقطه الاوريجينال او نقطه البدايه، وهندي الاحداثيات النقطه الثانيه اللي هو هيطلبها منك، يبقى انا دي النقطه الثانيه. يبقى مجرد ما هتدخل له الاحداثيات النقطتين دول هيقوم هو راسم لك الايزومتريك بالمنظر ده، عامل لك مستطيل بالمنظر ده.
وطبعا باقي الاشكال بنفس الطريقه. انا هدخل نقطه، انا بدخل الاول نقطه البدايه اللي انا هبدا من عندها، وهو هيطلب مني النقطه الاخيره. طيب لو انا هرسم دايره زي كده، يبقى انا هدخل له المركز نقطه الاحداثيات نقطه المركز، وهو هيطلب مني الريديوس بتاعي كام بحيث ان هو يقوم راسم. تمام كده. الكون انا مش هديهولك، فما نوجعش دماغنا وندور على شرحه او ندور على القوانين بتاعته، انا مش هشرحه ومش عايزك تذاكره، مش هديهولك. فاحنا هنتعامل بس مع الاجزاء اللي انا بديها لك، مع مستطيل مربع مع دايره، ده اللي انا هديهولك. انا مش عايزه منك تدور على حاجه اكتر من كده، ولكن الاشكال اللي انا عرضها لك بس عشان تبقى شايف احنا ايه، احنا تكمله الشغل بتاعنا ايه. ادي البريماتيف سوليد، ادي الاشكال بتاعتي اهي. لما انا هاجي بقى اديله احداثيات نقطه البدايه ونقطه النهايه، هيبدا هو بقى ايه، ادي الطول وادي العرض بتاعي وادي الارتفاع، يبقى هو هيرسم لي المستطيل ويدخل لي الابعاد بتاعتي اللي هو اوريدي خدها مني في الاحداثيات بتاعت نقطه البدايه ونقطه النهايه. نقطه البدايه هتبقى اهي، انا هبدا مثلا من هنا، ونقطة النهاية بتاعتي هتبقى لزيها ورا اهي، يبقى دي النقطتين بتوعي اللي انا هرسم فيهم. باقي الاشكال دي انا مش عايزاها من حضرتك، المخروط ده مش عايزاه من حضرتك، هنا مش عايزاه، انا اركز بس على اللي انا هتكلم معاك فيه. طيب ادي الرسم بتاعي، ادي هنا بقى لو انا هاجي ادخل نقطه، هو هنا مديها رموز، البي عندي رمز لها بوينت، الديامتر بتاعي ده لينز، الدبليو الويدث بتاعي، الاتش ده الارتفاع. الرموز دي بالنسبه لي ايه، لما باجي ادخل على البرنامج، لما باجي ادخل الدايمنشنز بتاعتي، هو بيطلب مني يعني، وانا بديله الابعاد، هو هيبدا يديني البي وعايز ادخل له القيمه بتاعتها كام. الطول هيديني رمز الدي وعايز ادخل له القيمه بتاعته بكام. معايا كده؟ دي مش عايزاك تضيع وقت فيها، دي مش عايزاها. نيجي نتخيل الشكل اكتر. لو انا هرسم، لو انا عايز دلوقتي ارسم الشكل اللي موجود قصادي ده، عايز ارسمه على الكمبيوتر عندي، يبقى انا هعمل ايه؟ هتيجي ترسم، يبقى انت عايز تدخل حاجه من اتنين، يا اما هتاخد مستطيل من عند الخط اللي عندك ده، تاخد مستطيل اهو اللي انا بقفله ده مستطيل، وابدا ازود عليه، ادي مستطيل تاني وادي مستطيل تالت وادي مستطيل رابع. معايا كده؟ وتجمع الحاجات دي مع بعضها بحيث ان الرسمه تكمل. يا اما هترسم مستطيل كبير اهو بابعاد مين، بابعاد الشكل التوتال بتاعي اهو، اللي هي الابعاد دي. رسمت هنا مستطيل كبير، طبعا مستطيل هو بيعمله لي مجسم بالشكل ده، رسمته وبعدين ابتديت اشيل منه ايه بقى، ابتديت اشيل منه التجويف اللي ظاهر عندي هنا ده اللي انا بشاور عليه بالاحمر ده، يبقى اللي هو ايه، ادي المجسم بتاعي المستطيل الصغير ده اهو، ده هيتشال منه. وبعدين ايه الاسطوانتين دول، انا عندي هنا في فتحتين تقبقهم، ادي فتحه وادي فتحه ثانيه، فانا الفتحتين دول انا عايز ايه، عايز اشيلهم دول. انا عامل ثقب جوه الماتيريال عشان مثلا هركب فيها مسمار، يبقى انا يبقى انا بعمل ايه، بطرح الاسطوانتين دول بس كده. لا انا عندي جزء كمان فوق اهو، اهو الجزء اللي انا بضلل عليه ده اللي شبه علبه الكبريت ده، اهو ده، يبقى ده كمان هجمعه بقى على الرسمه بتاعتي، اجيبه اركبه فوق هنا، اجيبه احطه هنا. انت تخيلت كده احنا بنعمل ايه؟ اللي احنا بنعمله ده هو ده الطريقه اللي حضرتك هترسم بيها. يبقى انا لما هاجي ادخل
هدخل ايه؟ انا هتعامل مع الهيكل الخارجي بتاعي، هجيب المستطيل الكبير اللي عندي اهو، ادي اول واحد رسمته، وبعد كده هشيل منه ايه؟ هشيل منه الجزء المستطيل اللي هو التجويف اللي جوه ده اهو، التجويف بتاعي اللي جوه ده. طيب بس كده، ده انا عندي دايره اهي ودايره اهي، دايره دي اهي معموله لك داش لحد تحت، يعني دي ايه؟ تجويف لحد تحت، كاني فاتح فتحه مسمار مثلا او اركب فيها شفط. يبقى دي الاسطوانتين اللي انا مش عايزاهم فشلتهم عندي اهم. يبقى الثلاثه بارتس ماتيريال دول هيتلغوا، هيتشالوا. يبقى انا في الحاله دي بتعامل مع مين؟ فاكرين اللي هي اللي كنا بناخدها التقاطع والاتحاد؟ هو دول هي الدوال دي اللي انا هستخدمها هنا علشان اعرف ارسم الجزء ده. يجي ده الشرح اللي احنا بنقوله، انا هنا بقطع اهو بيتحدوا مع بعض، او بقطع او قط، او هيبقوا متداخلين مع بعض. تعالوا نشوف احنا هنعمل الكلام ده ازاي. لو انا دلوقتي عندي الرسمتين دول، ادي مستطيل اهو، و دخل مع الاسطوانة دي، اتحدوا مع بعض في الجزء اللي في النص ده اللي هو متهشر هنا ده اللي هي الاتحاد. فاكرين يا شباب الاتحاد والتقاطع؟ احنا درسنا الكلام ده زمان، فاكرينه؟ طب هو انا هاجي او هحط دي هنا في الرسم ازاي؟ هاجي اقول الجملة دي هنا ازاي؟ دلوقتي انا جبت لسعادتك رسمة عشان ترسمها لي، انا عايز اشوف انت تخيلك ايه، انت هترسمها ازاي، متخيل ان دي تترسم ازاي. فلما هتيجي توصف لي هتقول لي ايه؟ هتقول لي انا دمجت الحتتين دول مع بعض، فيبقى انا عملت اتحاد ليه ايه مع بي. يبقى معنى كده ان انت هتدي رمز المستطيل اللي قدامك ده، المستطيل اللي قدامك ده هتدي له انت رمز ايه مثلا؟ عايز تدي رمز تاني؟ انا موافقه ما عنديش مشكله. والاسطوانه بتاعتي هديها رمز، هشير ليها بالرمز بي. يبقى انا عملت اتحاد ما بين الاثنين دول علشان اعرف ارسم الجزء اللي في النص ده، تمام كده؟ طيب لو انا عندي قصيت، شايفين الشكل بتاعي اهو اللي انا بشاور عليه اهو، طبعا اللي هنا ده تجويف، يبقى انا قصيت ما بين الاي والبي. يبقى في الحاله دي انا هعمل ايه؟ انا عندي مستطيل اهو، ادي حدود المستطيل، وقصيت منها الجزء اللي هو ايه؟ اللي هو نص الاسطوانه ده. فيبقى في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتقول لي ان انا بطرحهم من بعض، يبقى الايه ناقص البي. هتعمل الكلام ده في المساله؟ اه انا هدي لك مساله دلوقتي هتتخيل بيها اللي احنا بنقوله ده، بس سعادتك هتوضح لي انت طرحت ولا جمعت، انت حطيت ايه، انت تخيلك عشان ترسم رسمه زي دي تعملها ازاي. طبعا انا هنا لو انا بس باصص على الجزء اللي هو الداخلي ما بينهم هما الاثنين اللي هو الاي بي ده، اللي انا عايزاه منك في السلايد دي او اللي هحتاجه ان حضرتك تكتبه لي هيبقى هو ده، هو ده الجزء اللي انا بعمل عليه دايره ده، هو ده اللي انا محتاجه ان سعادتك ايه تكتبه لي وانت بتحل المساله عشان افهم انت عملت ايه. ادي شكل قدامي اهو، دي احنا بنقول عليها اسمها البولين اوبريشن. انا بعمل هنا ايه؟ انا عندي ادي شكلين، ادي البي وادي الكيو. الرسمه اللي قدامي دي لو الاثنين دول متحدين مع بعض، الاثنين دول اندمجوا مع بعض اهو، ده راكبين في بعض اهو، يبقى دي الرسمه بتاعتي، يبقى ده طلع لي الشكل اللي انا عايزه. يبقى سعادتك لما تيجي تدي امر رسم هتعمل ايه؟ هتقول له ان الاثنين دول اتحاد مع بعض زي ما مكتوبه قصادك كده. طيب لو انا بتعامل مع الجزء الداخلي، انا شلت جزء التقاطع بتاعهم، حته التقاطع فين بتاع الجزء اللي هم متقاطعين فيه هم الاثنين مع بعض اللي انا عماله اشاور عليه بالاحمر ده، يبقى التقاطع بتاعي
يبقى انا هكتب الفانكشن دي انترسكشن البي تقاطع الكيو، يبقى ده معناه التقاطع ما بينهم، يبقى ده الجزء ده. وطبعا على ان احنا بنتعامل هنا مع 3D dimension او بنتعامل مع ايزومتريك، فخلاص هو فاهم ان هو بيرسم ايزومتريك مش بنرسم 2 dimension، فاوتوماتيك هيقوم عاملها لك ايزومتريك زي ما هي في الشكل كده. طيب لو انا دلوقتي بطرح جزء الـ انا عندي ادي الفريم الكبير بتاعي اهو وشلت منه الجزء اللي جوه، يبقى ده الفرق ما بينهم اللي هو ايه، اللي هو التجويف اللي جوه ده. شلت الجزء بتاعي ده لبره لوحده اهو، يبقى ده الديفرنس البي ناقص الكيو. معايا كده البي ناقص الكيو، وابتديت بالبي فبقى اصبح الجزء السوليد ده هو اللي بره عندي، لان الحفر جوه الكيو هنا، فيبقى الديفرنس الكيو هي اللي في الاول، الكيو ناقص البي. معايا كده؟ طيب نشوف المثال ده. المثال ده بسيط وهيسهل لك الدنيا. لو انا دلوقتي عايز ارسم الرسمه اللي موجوده قدامك دي، السلمتين دول انا عايز ارسمهم، هو ادالي ايه وهو طلب مني ان انا اعملهم، و required primitive antipolean operation، وبعدين مدي لك ايه تاني عايز ترسمها انها تبقى solid geometry اهو. And write the polean operation. نيجي نشوف الرسمة دي هنعملها ازاي. كل اللي ادهولك بس ادي الدايمنشن، مش دايمنشن كمان، ده هو اداني الدايمنشن احداثيات نقطة البداية اللي هي نقطة البداية بتاعتي اللي انا هبدأ بيها من هنا، واداني الاطوال بتاعة الاضلع الاساسية اللي موجودة عندي، يعني في اتجاه الواي 50، في اتجاه الزد 50، في اتجاه الاكس 50، والاطوال الصغيره دي 25. ادي كل اللي موجود عندي. علشان اتخيل نفسي ان انا اعرف ارسم الرسمه اللي موجوده قدامي دي، فانا ممكن اتخيل ايه، ممكن اعمل حاجه من اتنين، يا اما ان انا هقول ان انا هرسم المستطيل ده، المستطيل اللي انا شاورت عليه ده، طبعا مستطيل زي ما اتفقنا، مستطيل يعني ايزومتريك، هو هيعمله لي ايه اللي انا بشاور عليه بالاحمر، هرسم ده واجمع عليه الايه المستطيل الصغير الثاني ده، طبعا ايه ايزومتر. يبقى دي طريقه، يبقى انت سعادتك هتقوم راسم مستطيل وتقول لي ان انا هجمع عليه المستطيل الصغير الثاني، جمعت الاثنين دول او اتحاد ما بين الاثنين دول، يبقى انا ايه رسمت الرسمه اللي قدامي. طيب انا مش عايز اعمل كده، مش هدخل كده يا دكتور. طبعا علشان تعمل كده انت وضحت لي ان انت هتعمل اتحاد، يبقى فاضل بس ان انت ترسم، فهتدخل، اتفقنا عشان نرسم بتدخل احداثيات نقطه البدايه واحداثيات نقطه النهايه. طيب انا هعمل اتحاد ما بين مستطيلين، ادي مستطيل وادي مستطيل، ادي مستطيل اهو وادي مستطيل، انا هعمل اتحاد ما بين الاثنين دول، الاثنين دول هيتحدوا مع بعض او هيتقاطعوا مع بعض، يبقى انا هعمل ايه، هرسم، هحدد نقطة البداية والنهاية بتاعة المستطيل الأولاني، وأحدد نقطة البداية والنهاية بتاعة المستطيل الثاني، يبقى أنا رسمت الرسمة. تمام كده؟ وحددت له الفانكشن اللي هو هيعمله. طيب أنا مش هعمل كده. مش هعملهم واحد كبير وواحد صغير. طيب نيجي نشوف هنعمل إيه؟ نشيل بس اللي إحنا عاملينه ده. طيب انا ليا تخيل تاني، انا عايز اعمل ايه، انا هجيب مستطيل كبير، هقول ان انا عندي مستطيل مفرغ كبير اهو اللي انا بظبط الابعاد بتاعته ده، يبقى انا كملت كده، ادي المستطيل بتاعي كبير اهو، تمام كده، وعملت ايه، وقصيت منه المستطيل الصغير اللي موجود جوه ده اللي انا بعمل له هاتشنج ده. يبقى انا رسمت واحد كبير وطرحت منه الصغير اللي جوه. طيب لما هاجي ادخل الدايمنشن بتاعتي هدخل ايه؟ هرسم المستطيل الكبير الاول، يبقى انا هدخل احداثيات نقطتين، نقطه البدايه ونقطه النهايه.
ادي نقطة البداية بتاعتي هو مديها لي اللي هي 100 و100 و100. طيب نقطة النهاية بتاعتنا اتفقنا انها ايه اللي ورا دي، يبقى انا هدخل ايه، هضيف عليها بقى اتحركت في اتجاه اكس 50 يبقى الدايمنشن بتاعتي هتبقى ايه، ادي 150، وبعدين اتحركت في اتجاه الواي 50 يبقى الدايمنشن الجديدة هتبقى 150، واتحركت في اتجاه الزد طلعت ارتفاع لفوق اهو، انا بجيب الخمسينات دي منين؟ فين ال اهو انا بجيب الخمسينات بتاعتي اهي، فين اللاين ادي 50 اللي هي الزد، وادي 50 في اتجاه الاكس، وادي 50 في اتجاه الواي، يبقى انا اصبحت النقطه الثانيه بتاعتي الاحداثيات بتاعتها اهي هتبقى 150 و150 و150، يبقى انا كده رسمت المستطيل الكبير. طيب عايزين نطرح منه المستطيل الصغير اللي جوه، يبقى انا هعمل ايه، عايز احدد نقطه البدايه، احنا ابتدينا نقطة البداية بتاعتنا من هنا، يبقى دي نقطة البداية الجديدة بتاعتنا اهي، يبقى هتبقى ايه على ارتفاع 20، يبقى اللي هيختلف عندي بس اللي هو زد، الزد كانت بكام، الزد كانت الاول كانت بمية، دلوقتي انا طلعت فوق كمان 20 يبقى اصبحت الزد عندي 120، وهبدأ نفس الدايمنشن بتاعتي الاكس بمية والواي بمية، انا ما اتحركتش من مكاني، انا بس طلعت لفوق، يبقى دي نقطه البدايه. طب نقطه النهايه بتاعتي هتبقى فين؟ هتبقى هنا، يبقى انا هدخل الابعاد بتاعه نقطه البدايه ونقطه النهايه، يبقى انا رسمت مستطيل كبير ومستطيل صغير، العلاقه ما بينهم ايه، دي بس الجمله اللي حضرتك هتكتبها اهو. نبص على الرسمه دي، انا عندي هنا يا اما مستطيلين اهم، يا اما مستطيل، ادي مستطيل A ومستطيل B، لو انا ايه هعمل لهم اتحاد هما الاثنين مع بعض، وادي الفانكشن بتاعتي اللي انا هعمله. طيب انا مش هحل بالطريقه دي، انا هعمل ايه، انا هقفل المستطيل الكبير عندي اهو اللي هي الرسمه الثانيه، ادي الرسمه الثانيه بتاعتي، يبقى ادي مستطيل كبير اللي هو A، وطرحت منه المستطيل الاصفر ده اللي هو بي، يبقى ادي الفانكشن بتاعتي اللي انا هعملها. طيب اجابه حضرتك هتبقى ايه بقى؟ لو ساعدتك هتعمل لي الاجابه، هترسم لي، لو احنا هنختار الحل ده هترسم لي الرسمه بالمنظر ده، وهتكتب لي الفانكشن دي كده، وبعدين هتيجي بقى تعمل لي التيبل بتاعك ده، ادي ايه البريمتيف، خطوات بتاعتي اللي هنعملها، ادي المستطيل الاولاني وادي المستطيل الثاني، مستطيل A والمستطيل B، نوعه ايه؟ بوكس، صندوق، انا بقفل ايزومتريك، ماشي كده. طيب الكورنر الاولاني اللي انا بدخل ابعاد بتاعته نقطه البدايه، ادي الدايمنشن اللي هو مديها لك، زي ما اتفقنا عشان نرسم مستطيل احنا بنحدد، ادي الكورنر بتاعه الاولاني نقطه البدايه بتاعته الاولانيه، وادي نقطه النهايه، وبالنسبه للمستطيل الاصفر ده نفس الكلام، ادي نقطه والناحيه الثانيه نقطه، يبقى انا هدخل مستطيل A نقطة البداية بتاعته، الاحداثيات البداية بتاعته اللي هي 100 و100 و100، والكورنر النهائي عنده هدخل الدايمنشنز بتاعتي 150 و150 و150. طيب بالنسبة لل B الاختلاف عندي في قيمة الزد، يبقى أنا أدي قيمة الزد زودت عليها 20 لأن أنا طلعت هنا لفوق كده 20. طيب نيجي بقى للنقطة الثانية اللي ورا، الاكس والواي والزد عندي هيبقوا زي ما هم ما اختلفوش، اللي اختلفت عندي ان هو الطول بتاعه بقى 25، فبقى قيمه الواي عندي هي اللي كام؟ 125، بس كده، انا مش هبقى عايزه منك اجابه اكتر من كده. النوع ده من المسائل بسيط جدا جدا واجابته سهله زيه. حد عنده مشكله؟ حد مش فاهم؟ سامعيني ولا رحتوا فين؟ سامعيني كده؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. تمام. الناس اللي بتحب تذاكر وتقلب في مسائل كتير، انا مش عايزه منك اكتر من النوع ده. تمام كده؟ تمام يا دكتور. حد واقف في حاجه؟ طيب انا كده خلصت بالنسبه للنهارده.
تمام يا دكتور. ماشي شكرا دكتور. يا دكتور كان عندي استفسار على الكويز اللي فات كده. قول اتفضل. انا رفعت فايل غلط غير الفايل المفروض ارفعه، كنت مسمي فايلين بنفس الاسم فرفعت فايل بالغلط ما كانش فيه ايديت سبميت. فايل بتاع مين؟ حلال على صاحبه الدرجه. لا فايل قديم بتاعي نفس اسمي. رفع عليك. طب مرفع ما بعتوليش ليه؟ طيب على التيم ولا على الخاص؟ بعت لحضرتك بس انت ما رديتيش عليا. رشاد. رشاد انت، رشاد انت استنى يا رشاد، انت انا لاقي الوقت اللي انت رافع فيه مش عارفه بعدها بكام ساعه. لا 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 والله في الوقت المحدد، في الوقت المحدد. أنا ممكن ابعت لك سكرينات على طول. ايوه انا فتحت وبصيت على الامتحان بتاعك ولاقي في حد رافع مش عارفه بعد 7 ساعات ولا حاجه. 12 ساعه. لو بتذاكر المنهج كله مش هتقعد 7 ساعات تذاكر فيه. ما كانش في اصلا ايديت سبميت، يعني ده مش عارف ترفع ازاي بعدها. احنا اتعلمنا الكلام ده في الكويز الاولاني فقلت الكويز انا رفعته خلاص الدنيا بقت سهله عليك. رفعته على الجيميل في نفس الوقت وعلى المايكروسوفت تيم في نفس الوقت بتاع الامتحان بتاعك. ماشي انا شفته، انا شفته، انا شفته خلاص. يعني لو قارنت الفايلين هتلاقوا نفس الفايل المرفوع في نفس الوقت. انا لسه ما صححتش الامتحانات، لسه ما بصيتش في تصحيح الامتحان. نتكلم في الدرجات ان شاء الله الاسبوع الجاي، على اخر الاسبوع الجاي، فالناس بس ايه تهدى كده ما تقلقش، لان انا اوريدي مشغوله جدا في حط الامتحانات دلوقتي، فمش هعرف ابص في درجات بتاعتكم. درجات يعني قبل دلوقتي. عشان لو حد عنده إيه؟ مشكله ولا حاجه زي كده. طب إيه بس يعني لو في غلطه انا وانت بس يا رشاد، انا فتحت بصيت انت بس يا رشاد اللي طلع لي انك رافع الفايل بعد 7 ساعات. هو اصلا ما كانش في ايديت سبميت، انا مش عارف ازاي اتبعت اصلا. مين تاني عنده مشكله؟ قول يا شعبان. لا ما عنديش مشكله يا دكتور، انا عاوز اعرف بس توزيع الدرجات في الماده. 30 على المعمل و30 كويز وريبورتات. المعمل هيكون 20 درجة اللي هم الامتحان و 10 درجات اللي هم و 10 درجات اللي هو الريبورتات اللي كنتوا بتبعتوها لباشمهندس حجازي ويبص لكم عليها. طيب كان في ريبورتات بنسلمها دي عليها درجات برضو ولا لا؟ دي اللي انتوا بتسلموها ليا اللي انا بطلبها منكم على ال ام اس تقريبا، انا طالبه ريبورتين تقريبا. ايوه عليها درجات بس انا لسه الدرجات بتاعتي انا لسه ما عملتهاش. دي هتبقى عليها كل ريبورت عليه 10 درجات والكويز عليه 10 درجات. تمام. مش حضرتك هتنزلنا الدرجات الاسبوع الجاي؟ يعني ان شاء الله تفائل بالخير يا مصطفى واهدى كده عشان انا لسه ما عملتهاش. حاضر. نخلص بس حاجه حاجه عشان يعني انا دلوقتي بخلص بس عشان برضو عشان تبقى انتوا فاهمين. من ناحيه انا تركيزي كله ان انا ايه اللي ناقصكم في المنهج، ايه المحاضره اللي فاضله لكم كده، ده واخد تركيزي. طبعا انا معايا 4 مواد. الحاجه الثانيه احنا المفروض اننا بنجهز الامتحانات، فدي واخده وقت كبير قوي، تركيز كبير. فانا ما عنديش دلوقتي وقت اقول ان انا هبص في درجات، فان شاء الله خير يعني ان شاء الله على الاسبوع الجاي اكون فضيت شويه واعرف ايه اعمل لكم الدرجات بتاعتي. ولازم هنزلها لكم قبل الفاينل باذن الله، مش هتدخل الفاينل لما تبقى انت عارف الدرجات ومراجعينها مع بعض، عشان لو في حاجه مثلا نسيت ارصدها ولا كده هراجع الدرجات معاك. خلاص مش حد عنده سؤال تاني او حاجه؟ طيب نبدا نذاكر ونجهز لو في اسئله او في حاجه واقفه معانا المحاضره الجايه ان شاء الله ممكن اتكلم فيها. لو انتوا في حاجه مش فاهمينها او كده ممكن تكتبوا لي، انا ببص اول باول كده على الرسائل بتاعتكم ان كانت على المايكروسوفت تيم او على ال ام اس. فلو في حاجه واقفه معاكم او انا لقيت اجماع من كذا واحد على جزئيه معينه انها واقفه معاكم ممكن اخلي المحاضره الجايه اننا نشرحها، مفيش مشكله. شوفوا اللي انتوا عايزينه واكتبوا لي بس اول باول وانا ببص على حاجتكم. انا كده خلصت بالنسبه للنهارده، لو ما حدش عنده سؤال اتفضل.